تأملات قرآنية النهاردة معنية كده بتكريم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم. فضلت الشيخ أحمد الصباغ بيسميها انفرادات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. بس معنا اتصال من قبل الفاصل فضلت الشيخ، عايزين ناخده. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مبارك على محمد. معلش يا أستاذة دعاء، أنا بس عايزة أسأل سؤال، بس يعني حضرتك بس ما تفهميش السؤال كمساعده. والدتي كانت حاولت تتصل بحضرتك، يعني كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات، وحضرتك تخيلت ان هي محتاجه مساعده. بعد طب قولي لي تحت امر اجابه على السؤال. تحت امر حضرتك. معلش. والدتي زي ما قالت يعني والدتي ست مريضه، والدي متوفي وربنا كان رازقنا الله يرحمه باخ متوفي، يعني اخ دلوقتي متوفي، كان مريض سرطان، كان عنده سرطان. والدتي استلفت من حد مبلغ 65,000 جنيه. تمام. وسددت له 20,000 جنيه، وهي دلوقتي احنا 3 بنات بس اللي موجودين. هي دلوقتي مريضه وهي اللي كانت بتسد المبلغ ده. انا متزوجه وهي معاها 2 اخواتي بنات تانيين. دلوقتي الراجل حاطط يا ياخد فلوسه كلها مره واحده، يعني ياخد الفلوس كلها مره واحده، يا يتجوز اصغر واحده في اخواتي بعقد مؤقت 2 شهر. جواز مؤقت؟ عقد مؤقت 2 شهر. هي شقه ايجار؟ الفرق اللي بينهم بالظبط 29 سنة. الله، الفرق اللي بينه وبين الراجل ده 29 سنة. وحاطط لنا مدة معينة، يعني يرفع القضية مدة، يعني بصي انت ما تقدريش حتى تصرفي فيها، يعني انت حتى لو عندك سيولة في بيتك او انت مقتدرة او كده مش هتقدري تصرفي حتى فيها في المبلغ. يا كده يا يتجوز اختي اللي عندها، اللي فيه فرق بينه 29 سنة رقم واحد. رقم 2 القانون، يعني اللي هو ايه، يعني هو المبلغ اللي باقي 45,000 جنيه، 45,000 جنيه كده يتجوزها. العقد المؤقت احنا ده ببلاش قوي، ده جوازه، ده جوازه واقعه خالص. يعني حضرتك برضو يعني حضرتك برضو، ما انا برضو مش فاهمه. هو لا 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 ثواني بس، 45,000 جنيه دول ايه يعني؟ اللي هم يعملوا ايه بقى؟ هياخد فلوسه؟ لا، يعني راجل عنده 30 فوق ال 30 سنه ده ولا 450,000 جنيه اذا هنتكلم. ممكن. يعني ممكن اكمل بس لو سمحتوا؟ اتفضلي. بصي ال 45,000 جنيه هيدينا عليه، بصي يعني بكملك برضو عشان برضو يعني هيديها، هيجيب لها شبكه وهيجيب لها مكان تقعد فيه الشهرين، وبعد كده اما يعني يجيب لها شبكه كبيره وما تطلق ترجع عند والدتها، وكان ما هو يجيب لها عفش. مش هي ما اتجوزتش قبل كده؟ لا لا لا. ايوه يعني هو ثواني بس، يعني ما يقول اللي يقوله، هو اصلا انتوا بتسمعوا لهذا الهراء ليه؟ ايوه. لا هو انت بتسمعي عشان انت عندك هنا يا والدتك تتحبس، يعني يا والدتك. لا لا لا، ده 45,000 جنيه، ما انا عشان كده حضرتك انا اتكلمت وقلت انا عايزه البيانات. حضرتك ثواني بس حضرتك، ما بصي حضرتك يا استاذه احنا ما طلبناش مساعده. ما انا عارفه، انا اللي بقول لك ثواني بس، مش عايزين. انا بس بسالك، اصل ده 45,000 جنيه ده مش مبلغ. حضرتك ممكن في ناس بتتحبس عشان خاطر 5000 جنيه مش ما انا عارفه، ما انا عارفه بس الناس هو السؤال ايه يا فندم؟ انا عايز اعرف السؤال بتاع حضرتك ايه بقى؟ السؤال دلوقتي اختي مصممه ان هي تتم متجوزة عشان خاطر والدتي وهي مجبورة عليها، ماشي. كلنا يعني ايه، يعني كلنا مش يعني انا مش قادرة اقول لها لا ولا قادرة اقول لها والدتي رافضة نهائيا. اولا انا بس عايزك حضرتك تقول لها فاهمة ان الجوازة دي اصلا حرام، مفيش حاجة اسمها. حاضر يا فندم. حاضر. ماشي، احنا مفيش بايدينا، يعني مفيش بايدينا حاجة. هي هتبيع نفسها شهرين، هتبيع نفسها شهرين مقابل 45,000 جنيه. لو حضرتك حطيتي نفسك قدام والدتك والله مش هيبقى عندك اي اختيارات. هي كانت البنت يا فندم، اقول لحضرتك البنت بتلعب دور ان هي بتضحي. انا كده بضحي عشان احافظ على والدتي، هي فاهمه كده؟ مش فاهمه ان هي بتعمل حاجه حرام. انا هكلم حضرتك يا فندم. حاضر حاضر. بص يا فندم، من الاخر وبكل وضوح، اي زواج مؤقت ولو 100 سنه، الزواج المؤقت لا يعتبر زواجا ولكنه زنا. من اهم شروط الزواج ان يكون زواج على سبيل التأبيد لا على سبيل التأقيت، حتى لو تم الطلاق او الانفصال بعد كده، بس ما يكونش مسبق، ما يكونش متعمد. انما زواج شهرين ده زنا والعياذ بالله، واللي يوافق عليه يبقى هيحاسب، واللي هيشهد هيحاسب، واللي اختك لو وافقت برضه هتحاسب. فدي مش بطله، يعني ده مش بطوله منك ولا ده تضحيه، لا ده انت بتعملي والعياذ بالله كبيره من الكبائر. وان شاء الله ربنا يعينكم وتسددوا المبلغ باذن الله تعالى. مبلغ بسيط، هو ده اللي انا كنت بقوله. ده مبلغ لو جمعيه بسيط، لو بسيط، وما يستاهلش انه حد يقول اشتري شهرين 45,000 جنيه.
45 ده البهيمه بقت اكتر. ايه ده 45000 جنيه؟ في نقطه خلاص هتبقى مطلقه، ما ينفعش يعني خلاص. لا يعني في اهانه في الكلام، ومفيش حاجه اسمها البنت تقول عشان انا ما انا يعني مش ملايين يا عيني فاحنا مش لاقيين. لا 45000 جنيه ده مش مبلغ اساسا. وانا قلت لحضرتك وعرضت عليكي هنكلمكم في التليفون، سيبي تليفونك وهنشوف القصه دي ونتحرى الدقه فيها ونشوف. والموضوع سهل بسيط يعني. انا يعني حضرتك زعلتي ان انا قلت لك؟ لا انا بكلمك بجد، انه بس الاساس لازم نتحرى ونفهم الراجل ده ايه والموضوع ايه ونشوف الورق ونشوف كذا. والموضوع بسيط خالص، مش يعني ما ينفعش اقوم احكي واقول اصل واقنعوا البنت واصل احنا واقفين على 45000 جنيه. اقول لحضرتك استاذ بص بس حضرتك كلامك زي الفل، بس عايزين نقصر القضيه مهم قوي. ان في ناس عندهم ال1000 جنيه كتير، وفي ناس عندهم الخمسه، فبالنسبه لهم ال 45 دول رقم لدرجه نجوز البنت واحنا يعني فوق. بس اقصد لها مخارج، ان احنا نعمل جمعيه، نعمل قرض مش عارف مضطرين ليه يعني لها مخارج. مش هتقف. ما انا عارفه، هو انا ما قلتلهاش اتصرفي؟ ده انا بقول لها حضرتك سيبي رقمك وهنشوف حل للقصه دي وان شاء الله الحل. فهي بتقول لا احنا مش عايزين مساعده. طب عايزين ايه؟ السؤال. عايزين تجاوبي على السؤال. هو فضلت الشيخ جاوب على السؤال. اي نعم. وانا بقول لحضرتك انه الموضوع مش مستاهل ابدا نسمع ده يترزع في وشه الباب ويطرد ويتهزق يعني، معلش عشان من الاخر كده، ويتهزق والرجاله اللي واقفين في العماره كده شويه عيال كده يهزقوه. فين يا فندم؟ ويمشوه. فين قرايبهم وعيلتهم؟ فين الكبار اللي حواليهم؟ الموضوع مش حاجه. بالظبط. فين العائله والكبار والاسره؟ فين؟ اصل ده بيقول كلام كده اهانه، ده بيهينكم كده يعني، فيها ذل. ففين الكبار بتوع العيله بتاعتكم، اعمامكم واخوالكم واخواتكم والعيله فين؟ لان ده وخد بال حضرتك على ما يقوم ويرفع ويثبته يا فندم يكونوا سددوا اصلا. اصل مش هيرفع قضيه هنا هتتحبس بكره. لا ان شاء الله تسدد باذن الله. يعني سهل.